كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. مع أنيس منصور وهذه المجموعة القصصية. عزيزي فلان، إعداد عصام بوصيلة، إخراج زكريا شمس الدين. عزيزي فلان، أي فلان، أي إنسان، هذه القصص هي إنعكاس لشعوري بالغربة بالغرابة، فأنا أرى الناس بلا فوارق، بلا أسماء، بلا ألوان، بلا حدود، وهذه القصص ليست إلا بطاقات شخصية لأناس، أي ناس، لفلان وعلان، وعلى كل حال هي وجهة نظر. أنيس منصور. زوجتي. بسرعة يا ناهد، بسرعة اديله مورفين عشان ما يتألمش، وجهزي اوضه العمليات حالا، احسن حالته خطيرة. وانت حسن. نعم يا دكتور. بلغ دكتور التخدير يجي اوضه العمليات. حاضر يا دكتور. اكتب لي بطاقة حالا. وانت يا هانم ارجوكي روقي، هننقذه ان شاء الله. يا هانم مش كده، ارحمي نفسك، مليني البيانات عشان اكتب له البطاقة. اسمه وحيد فريد المشهور. وحيد فريد المشهور؟ ايوه. ما تعرفوش يا دكتورة ولا ايه؟ ده مطرب مشهور. ايوه افتكرته. وسنه كام؟ جهزي نفسك انا حالا. مسكين. مين قال ان الفنان عاوز القسوه؟ ليه كل الناس بتقول كده؟ فنان ده وحيد فريد المشهور، بيشتغل مطرب، ما تعرفوش؟ حاسس اني غريب قدام الناس، حاسس اني زي طفل مدلع عاوز امه تضربه واب يحرمه من المصروف ومدرس يحبسه في الفصل. دكتور. ايوه. هو المخدر مش كفايه ولا ايه؟ هو المخدر حيمنع ان عقله الباطن يتحرك؟ ايوه، بس ده بيتكلم كلام منطقي. مش معقول. لا ده بيرد عليا. ابدا ابدا صدقني. مش عارف ليه لسه فاكر ان ابويا كان قاسي عليا وامي كانت اقسى منه. صدقتني؟ ايوه، ماتت وسابتني ادور على حلال الام لما جيت افكر في الجواز. جواز؟ دي مراته بره. فكرت في كل بلد بدل، ما لقيتش واحدة منهم تعجبني. دي سمرة ودي شقرة ودي فقيرة ودي غنية. ده ألذ مريض شفته في حياتي. يلا ناهد، خليني أخلص العملية دي أحسن، ورانا عمليتين تانيين. جاهزة يا دكتور. المشهد. ما سألتش نفسي أبدا إن كنت أنا أنفع زوج مثالي لواحدة من الفلاحات دول ولا لأ. المقص من فضلك. أو أنفع حتى فتى أحلامه. المقص بسرعة. السحب رايحة وجاية، السرير صغير، هتخنق. امسكي قدامي يا ناهد. السحب بتنزل مطر في بقي. الخيط والإبرة يا ناهد. إيه اللي جابني ميدان التحرير؟ يا خبر، العربيات بتدوسني. يا عسكري، الله، فين عسكري المرور؟ فين عساكر المرور؟ الحقوني، مفيش عساكر، أعمل إيه؟ العربيات، السواقين بيشتموا بعض. أساعدك يا دكتور. أيوة سمحت. دول بيضربوا بعض، كل واحد منهم عاوز يدهسني قبل التاني. أنا بقيت تحت العجل، خلاص أنا مت، مت. الحمد لله، العملية نجحت.
ألف سلامة عليك. سيبي يا ستي دلوقتي، ممنوع تقعدي هنا، تقدري تيجي تشوفي بكرة الصبح. فهمتوا بقى، فهمتوا أنا قصدي إيه. ده بيكلمني هو يا دكتور؟ لا ده تخريف البنك، من فضلك بر. حاضر هرجع. عارفين بقى، عارفين أنا لما جيت مصر فكرت في جارتي أمينة، كانت بنت طيبة قلبها أبيض. أعملي تدفئة يا نهاية. حاضر يا دكتور، يلا اسمعين. أيوه مظبوط، زي ما بتقولوا كانت سمرة وحلوة وبتعرف تغني وترقص كمان. هات امسكوا يا اسماعيل عشان ما يتحركش. وكانت يتيمة زي تمام. حجب الحاجة واجي حالا. أنا قلت لنفسي هسيب لها حياتي عشان تعرف الفلوس رايحة فين وجاية منين، وأقول لها على أصدقائي وأعدائي. الحقنة يا استاذ. الطاب الدهال. أي هي الوحدة اللي تقدر تكون مراتي وتقدر تنسيني الكلمة اللي بترن في ودني، القسوة على الفنان. قسوة على الفنان؟ هحكي لكم حكايتي معاه. وحيد ازاي بس تتجوزها؟ مالها بس يا مدحت، دي باين عليها بنت حلال. دي زميلتي في الشركه، بلاش من امينه لي. اسمع كلامي. ومين بس اللي نظم لي حياتي؟ هتنظمها لك بالضرب. ضرب؟ دي من زباين المحكمه يا حبيبي. يا خبر ابيض يا راجل، مش معقول. وحياتك كده، هي ما راحت المحكمه بتهمه الاعتداء على الموظفين بالضرب. يا خبر اسود، السنه اللي فاتت كسرت سنان واحد زميلنا. يا راجل قول كلام غير ده. وكان عنده لسه يا عيني 20 سنه وبقاله طقم زي العواجيز. لا 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 انا مش مصدق الحكايه. والسنه دي كسرت دماغ واحد من جيرانها بصندوق خشب. لازم شتمها ولا ضربها؟ طيب ده كان في شاب في الشارع ماشي وراها، يا دوب قال كلمة واحدة. ايه كان بيعكسها؟ كان بيقول لها يا جميل. يستاهل اللي هتقوله. قطعت هدومه كلها. مش معقول، دي تبقى شرسة جدا على كده، تبقى مخيفة. طبعا دي اتعودت على الوقوف قدام المحاكم، ما بقتش تخاف من حد، لا بوليس ولا قضاء ولا حاجة ابدا. وده اسمه كلام؟ دي ست غريبة جدا. افرض بقى يا حلو انك اتجوزتها واتخانقتم ووقفتوا قدام القاضي، هتقول له ايه؟ القاضي؟ ايوه صحيح، هقول له محكمة القضية رقم 512 جنيه، السيدة أمينة فرحات والسيد وحيد فريد. ليه ضربت مراتك يا سيد وحيد؟ أنا ضربتها؟ أبدا ما حصلش، ده بالعكس يا حضرة القاضي، شوف سناني كلها كسرت ازاي، هي اللي اعتدت عليا يا حضرة القاضي. بقى معقول ان ست نحيلة زي دي تعتدي عليك؟ نحيلة؟ ربنا ما يوريك يا حضرة القاضي، دي عليها كل لكمية ولكمية. بس انت ضخم وبالنسبة لها عملاق. بس العملاق ده بيحبها حضرة القاضي، والحب يخلي اضخم عملاق قزم صغير. بتحبها يعني؟ ايوه الحب هو اللي خلاني القزم وهي العملاق. انت مصر ان هي اللي اعتدت عليك؟ ايوه يا حضرة القاضي. وحاول تفتكر الست دي، دي ياما وقفت قدامك بتهم ضرب الناس. يمكن كانت بتدافع عن نفسها ضد ناس حاولوا يعتدوا عليها. انما انت. انا ايه؟ انت جوزها وهي مراتك وبتحبك وبتحبها. امال انا جاي استنجد بالمحكمه ليه؟ يعني ضربت نفسي وجيت افضح مراتي قدام الناس؟ دي حاجه ما تشرفنيش يا حضرة القاضي. وانت بقى عاوز ايه مني؟ عاوزك تفرق بيني وبينها. فكرت كويس؟ ايوه انا راجل فنان رقيق الحس، الكلمه تجرحني والصرخه تذبحني والقسوه تقتلني. انا شفت كتير من الوان القسوه، لكن امينة مراتي اقسى الالوان دي كلها. ارحمني يا حضرة القاضي، ارحم فنان مسكين لا بتفهمه ولا بتحبه ولا بترحمه. انا عيط، مش معقول ابدا. سمعت الكلام اللي بيقول؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا عايزين يبطل الرعشه دي. يا خبر، ماله مسكينه كده ليه؟ ما تخافيش يا امينه هاني. امينه هاني؟ ايوه عرفنا اسمك منه، هو تحت البنك. بعد اذنكم انا اشوف له عرقه. اتفضل. بس يا حبيبي، بس بالسلامه ان شاء الله. امين. أمينة. أيوة أمينة حبيبي. أمينة إيه كده أمينة؟ أنا عملت فيك إيه؟
يعني كل اللي قاله مظبوط؟ وطي صوتك احسن ينام جنبه. معلش يا حبيبي، انا مراتك وبحبك. يا ناهد مال وحيد؟ الحق يا دكتور ارجوك، انا ماليش غيره في الدنيا. انا حديله فوق الحرام، حيهدى وحينام مستريح. يا حضرة القاضي، أنا جيت أعتذر قدامك عن كل أفكاري السودة وعن قسوتي على مراتي، إنما قسوتي لها سبب، لأن ما عرفتش في دنيتي الراحة ولا الرحمة. كل الناس ضربوني وعذبوني، حتى اللي ما عرفهمش شربت المر على أيديهم. أنا ما أقدرش أنتقم من الناس، أقدر أنتقم من بعض الناس، من القريبين مني، من أخويا وأختي ومراتي، لكن ليه أنتقم منهم وهم أبرياء؟ لكن أنا كمان بريء، بريء. وأنا جيت هنا دلوقتي أطلب الصفح والسماح منك ومنها، من أمينة اللي بحبها. لكن أنا ما أعرفش يا سيد وحيد مين الست اللي بتتكلم عنها دي. وهقول لك إيه، مش قادر أتكلم. إزاي بقى؟ بقى بعد الدفاع الطويل ده تسألني أنا كنت بتكلم عن إيه، مع إن كلامي واضح وصريح وجريء كمان. أنت حكمت عليا، حكمت في القضية خلاص، حكمت بأقصى حكم أصدره قاضي على متهم. لا، أنا مش متهم، فين هي تهمتي؟ حتى أنت يا حضرة القاضي، حتى أنت يا حضرة القاضي. ليه بتكتفوني بالحبال؟ شيلوا الحبال، ليه بتلفوها حوالين رقبتي؟ ليه بترفعوني لفوق؟ انا بقيت عالي خالص، حاسب وهقع في البير، هقع خلاص، انا نازل في البير، نازل في البير. الله، مين اللي رماني في البير؟ ايه الضباب اللي قدام عناية ده؟ بقى أنا ضباب يا أستاذ وحيد. وحيد يا حبيبي، فوق فوق يا وحيد. ألف حمد لله على سلامتك. أنا فين؟ أنا فين؟ بخير يا وحيد يا حبيبي. أمينة و... ناهد و... سوسن، الصوت حلو جدا وبحب المغنى قوي وبغني كمان. فعلا فعلا صوتك حلو، كلكم حلوين. وأنا وأنت كمان كلكم حلوين، حلوين، ابتسامتكم حلوة ووشكم فيه سعادة. عارف مين بقى دي اللي جنبك ليل نهار وبقالها أسبوع؟ أيوة صحيح، نسيت أقدمها لكم، أمينة مراتي. غدا مع صورة جديدة من المجموعة القصصية عزيزي فلان، تأليف أنيس منصور، إعداد عصام بوصيلة. عزيزي فلان، إخراج زكريا شمس الدين.